الحوارات العربية اللي عم بتصير بالفترة الأخيرة عم تنعكس تطمين وإيجابياً؟ الحوارات العربية اللي صارت بالفترة الأخيرة بلشت تنعكس بعض التطمينات على الساحة اللبنانية وخصوصا بموضوع الانتخابات. زوار سوريا واللي عم يلتقوا المراجع السورية العليا عم بيقولوا أنه سوريا متفائلة بإجراء الانتخابات بلبنان، وعم بتقول أنه الوضع رح يكون الأمنيا رح يكون على ما يرام. بالمقابل بلبنان بعده عم تنطرح أسئلة كثيرة حول مصير الانتخابات لسببين. أولا الإجراءات الأمنية اللي ممكن تتخذها الدولة اللبنانية بخصوص تحقيق يوم انتخابي طويل. وزير الداخلية زياد بارود بيقول اليوم بحديثه للنهار أنه رح ينفرز 30 ألف عنصر أمني بين 15 ألف من الجيش اللبناني و15 ألف من قوى الأمن الداخلي لنشرهم على كل الأراضي اللبنانية لتحقيق أفضل يوم انتخابي. بالمقابل رح تفرز وزارة الداخلية 11500 موظف لمواكبة العملية الانتخابية، وبيقول أنه قوائم الناخبين رح تكون من هلأ 30 أدار مكتملة وصحيحة. بالشق الثاني اللوجستي كمان في موضوع اقتراع المغتربين، من المعروف أنه 14 أدار و8 أدار عم تسعى لجلب مغتربين إلى لبنان من أجل الاقتراع ب7 حزيران، ولكن في مشكلة كبيرة تعترض بعض هؤلاء المغتربين وهي عدم حصولهم على جوازات سفر اللي هي جوازات السفر الحمراء مش الكحلية اللي هلأ معتمدة. هيدي الجوازات تجدد بالسفرات، وحاليا أعلن وزير الداخلية أنه بصدد إرسال نحو 150 ألف جواز سفر إلى السفرات لإعطاء جوازات سفر حمر لإعطاء للمغتربين اللي بحق لهم يجوا ب7 حزيران لحتى يقدروا. وفي أمر تاني بالنسبة للحوارات السورية السعودية، وهو احتمال إنشاء لوائح توافقية بكل لبنان، وهذا الأمر عم تتحدث فيه بعض المصادر السياسية بلبنان اللي متفائلة أنه تتشكل لوائح توافقية ببعض المناطق اللي كانت لحد هلأ عم تشهد تجاذب حاد بين 8 و14 أدار.